لسنا في الموسم الرمضاني كي يجتمع كل هؤلاء من نجوم الدراما في عدن. هي ندوة احتضنتها قاعة كلية الآداب في جامعة عدن، وبحسب منظميها فإن الأوضاع الحالية للبلد لا بد لها من الفنون كي تستعاد القيم الجمالية المفقودة. نتكلم في هذه الندوة عن الدراما التلفزيونية والأثر المجتمعي الذي تعطيه، إضافة إلى تحديات المرحلة. استعراض أهم التجارب الدرامية الحديثة رافقه نقاش حول المشكلة الاقتصادية والتمويلية للإنتاج الفني وأهمية تغطية القطاع الخاص عجز المؤسسات الرسمية. تفكير بجدية في كيفية استصدار أو استصناع مصدر دخل ثابت يعين المؤسسة الإعلامية والمؤسسة في السينما والتلفزيون لتقديم منتج إبداعي. وعن مشكلة النص يرى الممثل القدير فؤاد هويدي خصوبة الواقع الاجتماعي بقصص تحتاج إنتاجا فنيا يترجمها إلى مسلسلات تعكس هذا الواقع الغني بالتجارب الإنسانية المميزة. أعتقد في كل بيت ألف حكاية وحكاية، في حياتنا الكثير من الدراما والكثير من الحياة اللي ممكن نبعثها أو ممكن نجسدها من خلال الدراما المرئية. أتطرق إلى الحرب وقضايا الحرب، أعتقد أنه بدري عليها، لسه الرؤية ما اكتملت، لسه النتائج ما وضحت. درامية الحياة اليمنية بحبكاتها الغريبة لا توازيها دراما تلفزيونية في ظل أوضاع استثنائية تخلفها الحرب. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.